السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف كانت الأجواء لشهر رمضان المبارك في جامع الأعظم الكبير؟ والله أول مرة نحضر التراويح، أنا جزائرية مقيمة في فرنسا وعندي شعور جميل لا أستطيع ما فهمتش والله أشرح لك. كيف كان شعورك؟ شعور جميل جدا، جامع كبير جميل، نظام إن شاء الله يدوم هذا النظام إن شاء الله. كيف كان شعورك أيضا من ناحية القراء؟ أصوات جميلة ما شاء الله. ثم تأثرت بهم؟ تأثرت، بكيت على الصلاة تأثرت. بارك الله فيك.